مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله وقتكم أينما كنتم. مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كانت هي حدث اليوم، باعتبار أنها أول مباراة للأسطورة ميسي في دوري أبطال أوروبا في فريقه الجديد. الجزائريون كانوا يدعمون نجم الخضر، وخطيبة رياض تايلور وورد وأخته إيناس يختاروا الحضور ومتابعة مباراة من مدرجات ملعب بارك دي برانس. وحتى ابن أخ رياض الأصغر اختار أن يرتدي القميص الأزرق، وأباه وأخته اختاروا أن يتابعوا المباراة من منزلهم. آمال الفوز قد خابت الفريق الأزرق، وفرحة الباريسيين قد تعالت أصواتها. أخت رياض، وبعد خسارة فريق مانشستر سيتي توعدت الباريسيين بالفوز في مباراة العودة. Calm down Paris. C'est juste les poules. Vous inquiétez pas. We come back. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.